السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناتكم فهم الفكرة. إذا كنت تبحث عن طريقة مزج صورتين بهذه الطريقة من خلال التطبيق فوتولاب، تابع معي الشرح. لكن قبل هذا، إن لم تكن مشترك في القناة اشترك، فعل زر الجرس حتى يصلك الجديد دائما من قناتكم فهم الفكرة. وسأترك لكم في حرف الآي فيديو سابق قمت بشرح التطبيق فيه، إذا تابعوا معي. أولا ستفتح تطبيق ماذا؟ التطبيق الذي نقصده الآن فوتولاب بهذا الشكل. ستتوجه بعد ذلك مباشرة هنا إلى الفئات، ومن الفئات ستنزل إلى الأسفل بالتحديد عند الرسم مقابل التصوير. بعد ذلك ستنزل إلى الأسفل وتختار آخر خيار، هذا هو. إذن ببساطة سنختار مثلا هذه الصورة، بعد ذلك نضغط التالي، ننتظر بعض الوقت حتى يتم التعديل. هنا ستذهب إلى مؤثرات وإبداعات، بعد ذلك ستمرر قليلا وتختار هذه التأثيرات أو هذه التأثيرات. بعد ذلك ستظهر معك هنا خانة بها الرقم 2، تختار صورة ثانية على سبيل المثال، سنختار هذه ونضغط التالي. ننتظر بعض الوقت، سيتم دمج الصورتين مع بعضهما البعض. يمكن أن تختار أي صورة ويمكن أن تختار صورتك. كما ترى تم مزج صورتين مع بعضهما البعض. الآن يمكنك أن تضغط على علامة الصح، ثم تذهب إلى الثلاث نقاط الموجودة في الأعلى، تضغط على تخزين على الجهاز، بعد ذلك تضغط على تنزيل، وبهذا يتم تحميل الصورة على هاتفك. هذا هو موضوعنا لهذا اليوم. يمكنك أن تختار أي تأثير تريده، وتستطيع أن تمزج الصورتين مع بعضهما البعض، إما أن تختار صورة مثلا الرجل بعد ذلك المرأة أو العكس، أو أي صورة أخرى تريدها. إن أعجبك الموضوع اضغط على زر اللايك، اشترك في القناة إن لم تكن مشترك، وفعل زر الجرس حتى يصلك الجديد دائما من قناتكم فهم الفكرة.